أليس منكم رجل رشيد؟ برشا حديث هالأيامات على المنظومة الجبائية، برشا حديث على القانون، قانون المالية التكميلي، وهذا اللي باش يكون حديثنا اليوم على مدة 50 دقيقة، قانون المالية التكميلي، منطلق حديثنا من خلال مقال في بزنس نيوز. هذا القانون الجديد القديم سي لسعد؟ والله الجديد القديم أنا حسب اطلاعي هو قانون أتعس مما ورد سابقا. أنا لم أرى في عهد بن علي مشاريع قوانين مالية بالضحالة هذه، لم أرى، وهذا مسألة طبيعية. وحتى البارح من خلال قناتكم لاحظنا أن الناس اللي يشتغلوا على السياسة يتحدوا على أن الإدارة لازالت محتلة من قبل قطعان الفساد، وللأسف أن المافيا أو الشبكة العنكبوتية الفاسدة المكلفة بصياغة النصوص لم تفكك رغم الصيحات، ولكن وللأسف لا يمكنك أن تحيي الموتى، لأنه بعد 14 جانفي نبهنا إلى هذه المسألة، وبخصوص الإجراءات التي اتخذت في إطار المرسوم الفاسد عدد 28 لسنة 2011 اللي جاء بدعوة دفع الاستثمار والتنمية والتشغيل. أوضحنا قبل صدوره في شهر مارس من خلال فضائية أن اتخاذ قرارات قبل الاستثمار في مكافحة الفساد لن يؤدي إلا إلى مزيد إهدار المال العام، وهذا ما تحقق فعلا، وتحققت تنبؤاتنا من خلال الفصل التاسع اللي جاء في ذاك المرسوم الفاسد واللي خرب أعمال المراقبة الجبائية. فالحديث عن المديونية لا يمكن الحديث على أن بشنو اليوم باش ننقذ تونس من المديونية، وفعلا من بعد 14 جانفي إلى حد الآن البلاد غارقة في المديونية. هذا كله نتيجة لشنو؟ نتيجة للتفريط في الموارد العمومية. مثلا لا نجد في هذا المشروع المفلس آلية واضحة واستراتيجية وطنية واضحة بخصوص مكافحة مسألة التهرب الجبائي، وهذا قمة الفساد والإفساد من خلال هذا المشروع الضحل والمفلس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أتعس من ذلك أن هذا المشروع سيكرس مزيد هدر المال العام من خلال الآلية المفلسة اللي ما تختلفش عن الآليات التي ابتدعها بن علي بخصوص التشغيل، واللي أهدر من خلالها مئات المليارات. كنا ننتظر بعد 14 جانفي أنه سيفتح تحقيق جنائي بخصوص كل الآليات التي استنبطها المفلسون بخصوص التشغيل مثلا، واللي أهدرنا كل الآليات اللي تم التطبيل والتذكير لها في العهد السابق. واللي جاء بخصوص التشغيل وممكن نترقوله ما يختلفش عن تلك الآليات. هذا من ناحية التشغيل. من ناحية مسألة التهرب الجبائي هناك أحكام خطيرة ترقى إلى مستوى الجريمة في حق الشعب. بشوية سيلا ترقى إلى مستوى فسرنا وخلي تنبع سنثبت أن المسألة تتعلق بجرائم تم تمريرها من خلال هذا المشروع. نحن نعرف وأنه تم حرق القبضات. ناس كل يعرفوا أن ثم ناس افتعلوا حرق القبضات باش يفسخوا الديون متاح. هناك عملية حرق الآن من خلال هذا المشروع، أن الديون الجبائية المثقلة منذ أكثر من 20 سنة والتي لم يتم بشأنها أي استخلاص منذ سنة 2007 ستشطب. هذه عملية حرق بالتشريع باسم الشعب التونسي. نحن لا تشرفنا مثل هذه القاذورات. به هذا رايك سي لسعد في قراءه اولى؟ نعرف اللي الموضوع متشنج واللي اليس منكم رجل